والسؤال بقى لجنى، قفشتي عبد الله كم مره؟ اتقفش كم مره؟ كم مره ايه؟ بيعمل ايه؟ كم مره اتقفش؟ بنات بنات؟ لا صحاب عادي بقفشوا كتير. لا ما هو صحاب عادي مش هيبقوا قفشان، يعني صحاب عادي هتبقي عارفاهم ان هو خاني وكده؟ ولا مره. الخيانه اللي هي الخيانه الالكترونيه، خيانة الواتساب، نفتح الواتساب بتاع عبد الله نلاقي بناخد الغياب في مدرسة يعني البنات. خلينا نغير الحاجات السؤال. ابقى ماسك الموبايل وافتح. خلينا ناخدها تدريجيا. معاكي باسورد تليفون عبد الله؟ معاكي؟ معايا. سايب لها الباسورد ايه؟ يعني انت عارفة اكتر مرحلة بخاف منها امتى؟ ايوه. ابقى ماسك الموبايل وانا عارف ان انا هنام، وابقى راجع على السرير كده ماسك الموبايل، ومرة واحدة اصحى تاني يوم افضل بقى وانا قفلت الموبايل ولا فتح وافضل اروح لها. جنى انت كويسة؟ يا حبيبي عايزه اقول لها انت مسكتي الموبايل. في اوقات بيصحى من نص النوم. ثانيه واحده، بيقول كارثه جنبك. أيوة. والله بيقول كارثه جنبك. ثانيه واحده. ثانيه. لا طيبتك دي تعبتني انا يا جنى بصراحه. معلش، ايه اللي في الموبايل خايف منه حد يشوفه؟ ممكن نعرف؟ ان انا مثلا ممكن حد من صحابي مثلا، انا في بنت اعرفها في اي حاجه، تروح داخله بعتلي حاجه. أيوة. وانا جنى لازم بينا وبين بعض. ايه الحاجه اللي ترعبك لما تصحى من النوم ان مراتك تعرفها، والمفروض ان انتوا فير وانت عطيها باسورد موبايلك، وقد ايه انت حد جميل ومثالي مثلا انت كويس ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد. تروح حد رساله مثلا جايه لي انت كويس، طب خلي بالك من نفسك، مش عارف ايه. لا الكلام ده طبعا انا راح اعمل حركه غبيه، اروح مسح انت كويس، انت كنت عيان، اروح انا مسح كل المحادثه. أيوه؟ واروح ناسي امسح مثلا انت كويس، فهي تروح جايه لي بقى تقول لي دي بتشككني بقى فين تكملت طبعا. المحادثه تمسح ليه طيب؟ يعني واحده داخله لك تقول لك انت كويس من غير ما انت اللي قبل ما انت اللي قبل مسح ليه؟ اللي قبل كان ايه بقى؟ بتمسح فعلا لو الموضوع مش بمسح علشان مساحه، يعني اكيد ما انت مش هتمسحه. بيغمز على فكره، غمز لي يا جنى على فكره. المساحه فوات بتبقى ممتلئه. المساحه طيب بصي، وانا قفشته مره بيعمل حوار هو وصاحبه. أيوة؟ بس ده طلع مقلب، يعني طلع ان هو عامل مقلب فيا ومتفق مع صاحبه ومصور وكده. انا شفت الفيديو ده. بس دي المره الوحيده اللي انا قفشته فيها، ورمتني بالكوبايه الحمد لله واتعورت يومها. كانت واصله يعني عايزه تقول لي جنى ان هو ملهوش غلطات، يعني بيساعد في البيت وسايب باسورد الموبايل. بجد ولا بيساعدك في البيت بجد؟ على حطت ايديها. والله والله يعني هو انا عارفه ان الموضوع غريب، بيطبخ معاكي كده. هو اللي بيطبخ على طول اصلا. انت اصلا بتعرفي تطبخي؟ بتعرف تطبخ. بس هو بيحب يطبخ. لا دي بتبقى مشكله يعني كبيره من غير ما يدخل المطبخ، يعني هي بتبقى عايزه تدخل. ايوه هو من يعني ان انا ادخل مطبخ؟ تخيلي والله ما حدش قال لك في الحته دي. في الحته دي انت انا مرتاحه يعني بجد. شكرا ليك. انحازه فيك فكره انك بتتخانق انك انت اللي تبذل مجهود وتطبخ وكده، فانت تمام يعني. وهي ذكيه ما شاء الله، تروح جايه لي تقول لي عبد الله ايه رايك انت كان نفسك مثلا في كوارع صح؟ اقول لها اعمل لنا بقى واعملها لنا كوارع. طيب قول لي، مفيش حد من العيله او اول ما بدات المحتوى وشافوك انك بتطبخ، وشافوك ان انت بتدلع جنى وبتحاول تجيب لها هدايا عشان تعرف تخرج، وبتسيسها ولسه عاطيها عاديه 5000 جنيه، شفت الفيديو كل حاجه هنصص مع بعض، محدش قال لك بقى يعني ايه ده انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تطلع بالشكل ده؟ ازاي تدخل المطبخ وتطبخ وتظهر على السوشيال ميديا؟ لا محدش علق ابدا. بصي هم علقوا في حاجه ثانيه، علقوا انك انت بتسخن ستاتنا علينا، ما علقوش انت ازاي تعمل كده. بيقولوا لي انت بتعمل حاجه، بتعمل تفاعل للستات، يعني بقابل حتى الناس في الشارع. انا مراتي ليه بتقول لي انت ما بتدخلش المطبخ زي عبد الله؟ يا ابني انا ما بعرفش اطبخ. اقول يعني عايزين يقول لك ان انت بقيت مثالي بزياده، فبدات الناس يقولوا لنا اشمعنى هو اعمله زيه. اصل في رجاله اللي هو قومي اطبخي لي، قومي اعملي لي. يعني فكره ان انت تكون قدوه لرمز الرجاله الطيب المساهم المساعد، دي حاجه جميله، دي حاجه حلوه. هو ده هيضايق الراجل اللي هو بيبقى محتاج كوبايه الميه منك، هو مش قادر يجيب لنفسه ميه، فدي بتضايق. انا ممكن ابقى مسافر مع اصحابي ونيجي عايزين نعمل اكل في البيت، الاقي واحد صاحبي اقول له قوم اعمل لنا فطار، يقول لي اصل انا ما بعرفش اعمل مش عارف اللي هو فطار. فاللي هو وادخل عليهم بقى جايبين لي مكرونه وفراخ. بص هو ده بيرجع لدلع الاهل، يعني الام، فاهم قصدي؟ لدلع الام. مش عايزه اقول الام، خلينا نقول يبقى الزوجه تربيه. بصي لا انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اخويا من الرجاله اللي ما بتعرفش تعمل حاجه لنفسها، ماما اللي بتجيب له كوبايه المايه لحد السرير. يعني فكره ان فعلا للاسف في امهات بتخلي الدلع زياده. ايوه بالظبط، وده غلط زياده. وبيبقى فيه فعلا نوع كده من الرجاله اللي هو شايف اني انا اقوم اجيب لنفسي. حبيبي قوم اجيب لنفسك. بالظبط.